ما بصير الواحد يدعي رب العالمين وقلبه غافل، قلبه مشغول، قلبه مشغول بالطعام بالشراب بالأكل بالدنيا لا، خلي تركيزك بالدعاء وبمن تدعو. أنت تدعو من؟ يا الله انحلت الأمور. هو القادر، هو العظيم، هو الذي يقول لشيئكم فيكون. تفكر بهذا أنه عظيم سبحانه وتعالى. لذلك عندما تطلب لا تستصعب الطلب ولا تغفل ولا تلهو. ما بصير أنا ناديك، ها ناديك يا محمد وأنا وجهي بالجهة الثانية، ناديك يا خالد وأنا وجهي ما لعندك. أنا بدي أتوجه بكل، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، توجه قلبي كامل إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. قلب الغافل الله ما بيستجيب له رب العالمين.